كفايه الضحك دي. خلاص مش هضحك تاني. ايه ده؟ ايه ده؟ شفتي زي ايه ازاي؟ صحته حلوه قوي. واو فيري فيري سترونج. ايه يا رجب؟ ايه يا عم الكبير؟ البنت جميله ورقيقه وزي الفل. انت تستهبل، انت جايبني تعمل فيها مقلب. مقلب؟ انت متضايق منها تخينه حبتين؟ لعلمك بقى يا كبير، الست كل ما تملى معاك يبقى احسن. بتملى ولا تتنيل ولا اتجوزها؟ نوع الستات ده انخرط، دي عامله زي شغل الموبيليا الدمياط بتاع زمان، خشب عريض، تنجيد قط، بس فين ما تغوط زي الشغل السيد بتاع دلوقتي. ما يخصنيش الكلام ده، انا عايز امشي دلوقتي حالا. مش فاهم، قول بشويش. عاوز امشي دلوقتي حالا. اوكي. خلاص مش عارف. بص دي بقى هي نص ساعه هنقضيها بالطول والعرض وبعدين نتكل على الله. ها ماشي؟ ماشي. بس اسمع شرط واحد، ما تفرجنيش لحظه. وانا ثانية واحدة بس يلا بينا بقى، احسن احنا سايبين البنات بقالها كتير كتير مشلتت. انت راجل جالس لازم نقطع معاك. طحينا من النوم. لما اخذ يا بنات اتأخرنا عليكم. ولا يهمك يا رجبتي يا حبيبي. شفيتم شفيتم. سهوير تعالي يا حبيبتي عشان اديك هديه عيد ميلادك. يا رجب رجب اقعد. خلاص خلاص مش هديها الهديه، هعلمها الساعه 5 دقايق وراجع على طول. ماشي 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 ولا قاعد؟ لا يا جلس لا يا جلس. الله يعينك. خد هنا خد هنا. تعالى قول لي انت مين؟ من الصعيد. واو صعيدي؟ بموت في صعيده، بحبوا الجنوب كلهم. قول لي منين سعيد؟ من بلدك ده يعني. أيوة اسمها إيه يعني؟ أنا أعرف كل البلاد. اسمها المزاريطة. إيه؟ المزاريطة. متشكرين يا حجة، متشكرين على الروح. عايز أقولك إن أنت كنت في البسين إيه زي القرموط. أمسكوا من هنا يزفلت من هنا، أمسكوا من هنا يزفلت من هنا. ما تهدي يا ولية. خلاص بقى يا كبير، ما تعكننش اليوم، يوم من عمري. قوم من جنبي مش ناقص. خلاص خلاص، أنا هقوم فعلا لأن أنا عايز أوري عربيتي الجديدة لسهوير. ايه ده انت جبت عربيه جديده؟ امال ايه، وستة سلندر والماني، دي عليها حته صالون، صالون برغوه. رغوه متوحشه. شربات جالس دمك شربات، دمك شربات مش ممكن. عايز اقول لك وانت بترقص وعمال تعمل افانسيهات كده شمال ويمين وورا، ايه بتاعت ورا دي وايه الزحلقه دي؟ مايكل جاكسون يا اخواتي. يا ولي انا كنت كعبل واموت. لا بعد الشر عليك، ما تقولش كده في وشي. مالك في ايه؟ اصلا انا حاسه قليل قوي مع الرجاله. اول راجل عرفته كان جاسر ابن عمي ومات برضو وانا بهزر معاه زيك كده. وقع في البول؟ لا وقع من فوق كوبري الساحل. لا اله الا الله. بس انا قلت عادي اي واحده بتهزر مع البوي فريند بتاعها ممكن يحصل كده. خلاص خلاص مش لازم تفاصيل يعني، بطني مقلوبه. بس الحمد لله ربنا كرمني بواحد زي الفل اللي اتجوزته اسمه سعيد سنجر. وده مات برضك؟ لا بعد الشر عليه، هو بس اللي بينطق ولا بيتحرك ولا اي حاجه، يا دوب نفس داخل طالع بس. عملت فيه ايه يا ولي؟ انا ما عملتش حاجه، ده هو اول يوم جواز، انا ايه بحب اتمرح كده على السرير واتقلب براحتي. خلاص خلاص الله يرحمه. مات مكوي. ما كانش قصدي، انا كنت بتقلب. وانت الغلط مش عليكي، هو اللي غبي، حد يوقف قدام القطر ويزعل انه داس. انا قلت بقى اتعلم من اخطائي واجيب سريرين في الاوضه عشان الجوازه التالته كل واحد يتقلب براحته بقى. هو لسه فيه تاني؟ اه يا اخويا صبح البشبيشي ربنا يفك سجنه. صوري النهارده عشان عيد ميلادك شعرك احلو قوي. ميرسي يا روحي. صوري النهارده عشان عيد ميلادك عينيكي حلوت قوي. ده عشان عيونك حلوه. صوري النهارده عشان عيد ميلادك شفايفك احلوت قوي. يا نهار اسود. ايه مين ده اللي في العربيه؟ ده اخو مهيطاز. ويعني لما يبقى اخو مهيطاز اسمه ايه دي؟ ده شراني اللي جابه على سهوه. سهوه ده باين عليها تقلب سهوه ساده. خبيني. سندار. مين ده؟ اخويا. اخوكي يا سفلة يا حيوانة. ما تفهمنيش غلط، ده جنايني الجديد ولسه متفقين على الشغل، يعني لا زارع ولا قلعة. ده جنايني. ايوه. اه يا فندم. وانت بتعرف؟ اثبت عنديك، انت ما تعرفش انا مين؟ تحكم مين يعني؟ انا اللي هعملها معاك، انا الكبير قوي قوي قوي. وبص يا سيدي، ابوك ما كانش قدامه غير حل من الاثنين، يا يدخل الحجز يا يتجوزها. ودخل الحجز؟ لا طبعا اتجوزها. اخس اخس على ايه؟ جوزها لمده اسبوع وبعدين طلعها. وابويا ده ايه؟ كل ما يلقى نفسه فاضي يروح يتجوز شويه. دي اسهل جواز عملها في حياته. طب ده مره ابوك ده بقى. خلاص 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 يا حاج وحياه والدك يا اخي خلاص. صوره ابوي ما نكسرش شويه. ايه؟
تشويه يعني بالصعيدي. اه ما بتذكر اللي بتعمل. تقول ايه؟ اشرب. خلاص يا ابني خلاص. ليه رايحك؟ بص ما ننساش وانت خارج تعدي على المحاسب تشوف فلوسك وتشوف الاوراق اللي انت عايزها. كتر الف خيرك يا ريس. بس انا ما يرضينيش انك تمشي وانت زعلان كده. اقعد اطلب لك فنجان قهوه واشرب سيجاره. خد سيجاره. لا لا يعني قهوه مش هينفع. ممكن اخذ سيجاره. انا اول ما قعلب عليك تعمل حدي. بس يا شوف كده خلصوا الاكل ولا لا؟ انا جعان قوي. لسه ما خلصوش. طب توماس توماس يا شوف طب طبخين ايه؟ ما عاملين بامية. طب خمسة في ستة بكام يا توماس؟ ما خلاص بقى يا جوني سيبنا نلعب. انت بتعمل ايه يعني؟ بتلعب؟ ما انت قاعد فاضي وانا قاعد فاضي. احنا بنتنين بنعمل حاجة من ساعة ما جينا. توماس ايه ده؟ شوف مين عمل لي اد. مين؟ روبرت عمل لي اد على سكايب. يا راجل هو اونلاين كمان. كويس اتكلم معاه بقى. هاي روبرت هاو يو دوينج؟ هاي جوني ام فاين. انت عامل ايه؟ مفيش. من ساعة ما كنا ايجيبت واحنا الشغل متعب جدي. بص تحت عيني عامل ازاي؟ انتوا عاملين ايه؟ nothing much برضه شغل وفضل. ايه ده؟ انت لسه بتلعب؟ طبعا بنلعب. طب والواد العجيب اللي اسمه جاك لسه معاك ولا اتقلب؟ طبعا جاك دلوقتي بقى الكابتن. جاك بقى الكابتن؟ نو واي. ازاي ده؟ ملوش فيها خالص. ليه بس يا جوني؟ ده جاك تمام بس انت ما تعرفوش كويس. ما اعرفوش ازاي يا ابني؟ انا اعرفه من قبل ما انت تيجي الفرقة اصلا. ده عيل شاسيه عبارة عن شلت على الفاضي وكمان فوق ده كله دمه تقيل قوي. مش قوي كده يا جوني. لا قوي قوي. واللي انت ما تعرفوش انه منافس مني وبيشيل مني شيل يعني 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 زي ما تقول ايه كان هياكل في نفسه لما دخلت الفرقه. لا كاريزما كاريزما. ف ايه ده؟ هو مين ده اللي بيغير ولا حتى يفكر ينافس يا لوزر؟ انت هتنسى ولا ايه؟ هو انت اصلا كنت بتشمها؟ انت طول عمرك قاعد على الدكه يا لوزر. يا السخافه. وحشتني بجد سخافتك. اولا انا ما كنتش قاعد على الدكه احتياطي وخلاص. دي كانت خطه. الورقه الربحانه ما ينفعش الكوتش ينزلها في اول الماتش تتحرق. كان بيحوشني لاخر لحظه عشان انزل اغير مصير الماتش. واللحظه المناسبه دي عمرها ما جت والكوتش قلبك يا لوزر. سكت بقى تقولي الافيه وتضحك عليه لوحدك حاجه يعني في منتهى السخافه. وبعدين كوتش مين اللي قلبني؟ كوتش مين اللي قلبني؟ انا ما كنتش مركز يا حبيبي في الموضوع. باين اهو اهو انا بقى لي سنين ما اتمرنتش ولا مسكت كوره. لو لعبتك هكسبك. تكسبني انا؟ هو انت اصلا عندك فرقه؟ ايه؟ عاوز تقنعني انك ما سمعتش عن فرقه المزاريطه للامريكان فوتبول؟ دول اقوى فرقه في افريقيا كلها. مزاريطه ايه؟ انا عمري ما سمعت على فرقه بالاسم ده اصلا. بص انا مش مفاجئ لان انت اصلا مالكش فيها. خش على جوجل انت تعرف هم مين. بعدين والله كان نفسي اجيبهم يلعبوك بس للاسف مفيش وقت. نجيب منين وقت؟ كل يوم ماتش دولي كل يوم. احنا دلوقتي على طول هنروح نلعب فرقه موزمبيق. مش مهم يا معلم انت اللي تيجي انا اللي هاجي لك. تيجي فين بقى؟ من امريكا للقاهره ومن القاهره طويل المشوار عليكم. لا احنا كده كده عندنا ماتش في دبي الشهر اللي جاي. احنا ممكن نخلصه ونجي لك على طول. ديل ديل. واللي هيخسر؟ بص عشان انت هتخسر اختار انت هيحصل فيه ايه. اللي هيخسر هياكل الكره اللي هنلعب بيها الماتش قدام فرقتك وفرقتي. ياكلها. نصيحة بقى مني يا معلم ما تقلش في الأكل يوم الماتش عشان بطنك هتوجعك من أكل الكورة يا لوزر. يا سالة يا ستيل قوي أوفر يعني في التقل. جوني أنت مجنون؟ عايز تلعب جاك؟ جوني أنت طول عمرك لعيب احتياطي. جاك كان أحسن لعيب في الفرقة هتكسبه إزاي؟ شوف يا توماس يعني الكلام ده علشان انا ما كنتش بس مركز للحكايه قوي. كانت فتره مراهقه يعني كانت اهتماماتي كلها ايه بريك دانس باليه مائي هوت شيكس حبوب الشباب. دي كانت اهتماماتي يعني ما كنتش مركز بس لو ركزت هغلب 10 جاك. اوكي هتكسب 10 جاك. فين بقى فرقه المزاريطه اللي هي المفروض اجمد فرقه في افريقيا وهتروح تلعب الموزمبيق كمان شويه؟ اكيد يعني هنلاقي ناس بتلعب امريكان فوتبول في المزاريطه. مصر كلها ما فيهاش امريكان فوتبول اصلا. هيكون في المزاريطه؟ مصر كلها ما فيهاش. ما فيش يا سيدي ولا اي حد خالص. ما فيش خالص. البواخه دي
بواخة أو مش بواخة، هتعمل إيه؟ هعمل فريق. هو إيه ده يا عم؟ Guess what؟ ده إعلان بنجمع فريق أمريكان فوتبول بس من المزاريطة. إيه يا جماعة مفيش حماس ليه؟ أمريكان فوتبول عارفين اللعبة اللي هم بيبقوا لابسين ضخم من الكتاف ولابسين خوز زي بتاعت الموتوسيكلات الجاوة، بيبقوا كلهم ماسكين كورة وبيضربوا في بعض ويخبطوا في بعض. أيوة الكرة الحمراء اللي شبه الشمامة. Exactly. لا معرفهاش. توماس. أوكي. أهو. هي دي الامريكان فوتبول. ده الفريق اللي عايزين نجمعه. طب اللي هيجي هنديله خوذه هديه. طب طعمين امريكان فوتبول من بره شكلهم روش كده. طب هديله سندوتش كبده جملي. ثلاثه بس. طب زود الاكل. رغيفين كبده بالطحينه. قري معاك اربعه بس. تعال نشوف حته تانية. يلا بينا. يلا ربنا يكرمنا في حته تانية. هاي واتساب بو مش ده مركز شباب المزاريطة؟ يا فين الشباب؟ فين الشباب؟ ما كله يا كيدز يا مسنين. بعدين يعني ايه مركز شباب؟ مركز شباب لك نادي جيم اصلا. يا ايه ده؟ مش ده حمدي كاتا؟ زي ما بعمل تعمله. طب تعال نشوفه. اهم حاجة التركيز، تبقى مركز انت وهو وكل قوتك تبقى في الايد دي وهبة تستعد تماما وتروح نازل. ايه يا حمدي بطل تهور واكشن؟ لا ما اهلا حضرتك العمده، ده ايه الخطوه العزيزه دي يا حضرتك العمده؟ ازيك يا حمدي؟ الحمد لله. يلا ادي تهور، يلا ارتفع، يلا تشطفوا، يلا يا اهلا وسهلا. والله المركز نور، والله سعادتك اول ما بتخش المركز بيزداد اشراقا كده. وبص عنده شعر. كفايه كفايه هري، كفايه هري بقى، مش ممكن صداع. انا بدور على لعيبه امريكان فوتبول، بعمل فرقه فنون شعبيه عندنا هنا في حمدي. يا عم حمدي انا هفهمك، هو قصده فرقه كره قدم امريكيه. عارف عندك لعيبه ليهم؟ يا سلام، لو ما عندناش نجيب لك يا حضرة العمدة. بس عدم المؤاخذة هي نهون دي. امال ايه؟ امال ايه؟ عارفها عارفها وواثق في نفسك. عارفها منين؟ اللعبة دي ناس لابسين خوز بيجروا ماسكين كورة زي الشمامة. عرفتها، اللي هم بيقعدوا يعجنوا ببعض دول. اكزاكتلي. لا هو الحقيقة مش متوفرة في المركز دلوقتي، بس احنا بعتنا وقلنا يا جماعة عايزينها والورق بتاعها ماشيين فيه والموضوع خلص وان شاء الله هيركبوها في اول مايو. هو ايه اللي هيركبوها؟ انا بكلمك على ترمبة مية يا حمدي. انا بقول لك عاوز، بص انسى انسى اي حاجة. عندك اي حد ممكن يلعب اللعبة دي؟ بطل كمال اجسام، بطل حملة اثقال، بطل جمباز، بطل باليه مائي، اي بطل. أيوة بطل ابطال يا عمدة. عايز بطل. ما انت ما قلتليش ده، ما اكتر الابطال عندنا هنا. احنا عندنا بطل العالم في افريقيا في رفع الاثقال، متخرج من هنا من المزاريطة. ايه ده؟ وده لسه موجود لحد دلوقتي؟ امال ايه يا كابتن توفيق؟ كابتن توفيق ما شاء الله، شوف الجسم فين، شوف القوة. ما هو اللي جاي ده الكاوبوي ده. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. الكابتن توفيق يا جماعة ده معاه بطولة العالم سنة 74 وفضل محافظ على اللقب 3 سنين، 74 75 و76. طب سؤال بس معلش، هو ده 1974 قصدك ولا 1800؟ هو ما كانش فيه ورق ايامي. يبقى 1800. سلم على العمدة يا كابتن. ذاك عمدة. أما بيج فان، أما بيج فان. خش استريح يا حاج، خش استريح. ربنا يديك صحة.
عايز حد عايش يا حمدي، عايز حد عايش. ما عايش الراجل وبتنفس. بص سيادتك اي حاجه فيها الروح ما تقلقش منها. توفيق مش عاوزك يا توفيق. مش عايز توفيق، مش عايز توفيق. شوف لي حد صغير. طب ما تقول يا حضره العمده من الاول بدل الدخه دي. عيل صغير شبر يعني. بيقول لك على الشبل شبر. يلا يا عم نمشي، احنا بنضيع وقت. يلا جوني اصبر بس شويه. لعلمك بقى انا حمدي كتا ده متفائل. ايه ده شيكابالا؟ ده شيكابالا بقى ده اللي جاي عنده استعداد يقعد 3 ساعات ينطق الكوره ما يونش ما يزهقش. نطق يلا وارمي بيه. طب ما عادي ممكن نطق اسبوع ما هو ماسك الشبكه بايده. حبيبي حبيبي روح روح ما تسمعش كلام من الراجل المجنون ده وروح اتشطف مع زملاتك في الترع. يلا ليه كده؟ ده انا المدرب بتاعه. وبعدين ده عيل صغير بس بذرته حلوه. اه لا ما هو باين البطزايه مبشره فعلا. ايه ده؟ مين الاسانسير اللي هناك ده؟ ده كابتن مناع، ده بطل العالم في رمي القرص. امال فين القرص؟ لما انا سحبت القرص منه بسيبه يتمرن كده. بيني وبينك عامل لنا مشاكل بيه. يرمي القرص يا اما يطلع بره المركز يا يخش في شباك يكسره يا اما هو اللي وقع طياره له كيربي. او ماي جاد. طب انا عاوز مناع، ده عاوز مناع. يا سلام غالي والطلب رخيص يا حضره العمدة. هدي لك مناع وفوق منه هديه من عندي الكابتن توفيق. كابتن توفيق. مش عاوز توفيق. يا توفيق. مش عاوز توفيق. امشي يا حاج. مش عاوز توفيق انا. لو لازم تديني حاجه فوقه اديني القرص، مش هاخد توفيق. ده راجل كبير في السن وبطل متقاس. والنبي ما تكسر نفسيتك. طب ليش قلبي بقى يا حمدي؟ تعرف معلش والله هينفعك. وبعدين مش هيكلفك حاجه غير اكله وشربه وباكل معاه. لا والعلاج والقسطره انا عارف هفتح على نفسي فتوحه. لعلمك بقى يا حضره العمده الراجل ده متاسس صح ومتغذي على السمنه البلدي، يعني صحته احسن مني ومنك. وبعدين عنده عنصر الخبره باين راجل بركه. خده بس عجوز وكل الرياضه ضربه يا سيدي هيشتغل. لو باظ منك في اي وقت هاتهولي وانا هرجعه واديك بدال. ماشي خلاص هاخد مناعه وهاخد فوقه توفيق، بس هات لي العلبه والشحن بتاعه. بص بقى يا معلم عملت لك ملعب يعني مور ذان بروفيشنال. على فكره امبارح انا وهدرس تعبنا جدا جدا عشان نخطط الملعب انت غاوي دايما تعملي فيلم عربي. تعبنا وعرقنا وطلع عيني عشان اعمل لك عادي. ما عملتش حاجه، جبت شويه بويا وقمت مخطط نجيله في فلاح مسكين هو اللي زارعها. خلاص اوكي ده سهل. انا على فكره عملنا جونين. بص طب روح اقف مع بقيه الفرقه عشان انت نسيت نفسك. انت عنصر تحتي انا الكوتش. اقف هناك. يلا يا جماعه يلا. ايه ده ايه ده انت اتجننت يا ابني؟ تديهم اوردر؟ طب ايه رايك هتقف اخر واحد؟ اقف اخر واحد. اقف هناك. ايه ده انت اتجننت يلا؟ بتقلدني؟ لا بتعمل راسك براسي؟ لا لا لا. اي اي اي, أي. روح لك. انا الكوتش، انا لوحدي لدي الاوامر. anyway انا هديكوا بريف في رغيف. الجيم ده باختصار فرقتين، فرقة معاها كورة هتحاول بكل جهدها انها تعدي المنطقة التانية وتودي كورة المنطقة التانية. اوكي؟ وانس انك وصلت دي لوحدها 6 بوينتس. عرفت ترميها بين العصايتين دول ده الجول. هتاخد بوينت كمان يبقوا 7 بوينتس. اظن سهلة. لعبة مسلية جدي. ها حد عنده استفسارات؟ عايز اقول يعني ايه عصايتين؟ انت عارف يعني بوينتس؟ ايه دي؟ اوكي اصلا بقى. طيب فتنس يا جماعه. لا 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 على فكره كده كتير. نجوم المستقبل وطويت الملعب كده. خلصنا الفتنس خلاص. الفتنس بح. نقدر دلوقتي نلعب ريل امريكان فوتبول. يلا قوموا قوموا عايزين صف كده. يلا يلا يا وحوش يلا يا وحوش يلا 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 يلا. حازي 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 مع زميلك. تعال يا مناع تعال يا مناع ولد شاطر هيرفع راسنا فوق. وقف هنا. بص بما انك بقى قرص ومش قرص وعم الجامد انا هحدف لك الكوره وهدرس هيطلع يجري. عاوزك تحدفها له وتعدي من فوق كل الناس وتوصل له عشان هو يجيب جول. اوكي يلا ريدي ستيدي بو. ايه يا مناع
يا مناع؟ أنا كنت عايز الكرة جوه الملعب وجوه نفس المدينة اللي احنا فيها. هاتوا كرة تانية. بالراحة جوه الملعب. هدرس هيروح ارميها له. يلا ريدي ستيدي بو. يا عم انت عم سلامتك. يلا يا هدرس. بالراحة. سلامتك يا سيدوني. يا جماعة ما تقفروش، دي كدمة بسيطة. بس بن ايه؟ بس بن بن ايه؟ هو مش متعور. بص يا سيدوني، انت تحط عليها معدون سنان. انت هتفتي؟ ايه الفتي ده يا جماعة؟ ايه الطب الفتاي اللي بقيته فيه ده؟ من ساعة ما جيت البلد دي كل حد يفتي، يحصل لي اي حاجة يقولك اغلي قشر جوافة، حط ابو فاس. ايه ابو فاس ده كمان؟ ده مؤاخذة يا كبير، ما قصديش. انت براحتك يا مناع، براحتك. بس يا معلم يعني احنا مش داخلين حرب، دي جيم، يعني خليك بالراحة شوية. يا جماعة كل ده رغي على الفاضي. احنا دلوقتي هناخد بريك 10 دقايق، وهو كويس على فكره، اطمنوا عليه. انت جنيت؟ انا عارف ان هو انت جننت. انا كوتش. انا بس اللي اقول بريك وما بريكش. يا جماعه انا كويس يا جماعه، يلا بريك 5 دقايق. طب هم البن هو كبسه براحتك. ما ينفعش نسكويك؟ نعم. لا مش. يلا يا جماعه بريك، شكلي هكبسها بن فعلا. أنا اكتشفت حاجة يا معلم. خير؟ الفرقة اللي معانا بلح. يا ابني ما تبص على الجانب الكويس، معانا مناع ده لعيب كويس ويجي منه مع التدريب. معانا فزاع ده سريع ونفسه حلو. بس. اوكي، دول اتنين. فين بقى بقية الفرقة؟ ما احنا هنلاقيهم، اللي خلانا نلاقي دول هنلاقي التانيين. بقول لك ايه يا جوني؟ ها؟ هو انتوا هتلعبوا أمريكا أمريكا؟ أيوه، أمريكا أمريكا. أصلها غريبة قوي. إن أمريكا بذات نفسها تاجي تلعب المزاريطة. لا أنا هفهمك، إحنا مش هنلعب المنتخب بتاع أمريكا، إحنا هنلعب فرقة الجامعة بتاعة جوني. على فكرة الفرقة دي جامدة جدي، دي أقوى فرقة في تكساس. أيوة يعني الفرقة دي من أمريكا واللي بيلعب فيها أمريكان، صح؟ صح. يبقى هتلعبوا أمريكا. ربنا يوفقكم وينصركم عليهم قادر يا كريم. والماتش ده هيتزع على قناة إيه؟ المزاريطة تي في، ماز تي في. بس لو عايزه تيجي تشوفيه حقيقي تعالي. صح والله ينفع. شور ست هديه. ايوه يا بعزك، ازيك يا واد؟ الحمد لله. ما عايزاش حاجه؟ جيت في وقتك، عاوز 4 انابيب. 4؟ طيب. ايه ده؟ هو مين ده؟ ده الواد بعزك، واد الحجه وحيده بتاع الانابيب. اسمه بعزك. على فكره الواد ده ممكن ينفعنا. ينفعنا في ايه يا عم انت؟ والنبي تاخدوه معاكم، ده واد طيب بس مخه على قده. يعني ايه مخه على قده؟ بيقولوا وهو صغير وقع على دماغه زرع بصل. اوه. فعقله تاخر. انا هطلع اجيب له الفلوس، لما ياجي قولوا له يدخل انابيب في المطبخ. صعبه قوي 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 حكايه زرع البصل دي، انت عارف يعني ايه؟ يعني اول حاجه بتلمس حاجه من جسمك في الارض دماغك. هتلاقيه متخلف. اوه ماي جاد، 4 انابيب يا معلم. الراجل ده معانا في الفرقه وش. انا لسه كنت هفتحك في الموضوع ده. طب بقول لك ايه، توماس توماس توماس، قوم فتحه ان يبقى معانا في الفرقه. قوم يلا انت. لا طبعا مش هقوم، انا عبيط. انا لو كلمته ممكن يضربني بالانبوبه في وشه. قوم انت. بعدين انت مش سامعها بتقول لك مخه على جده. طب ما دي مصلحه يا توماس، لما يبقى هو قد كده يبقى مخه قد كده. قوم بس، قوم فتحه، قوم فتحه يلا. لا بقول لك ايه، ماليش دعوه، عايز تقوم انت قوم. ما بصراحه ما بضمنش يعمل. طب بص احنا هنكلمه من بعيد. باتر بعزق. بعزق. روح ودي الانبوبات على المطبخ. لا لما الست هدايا تقول. اوكي. لا ما هي قالت لي انا اقول لك ودي الانبوبات على المطبخ. لا لما الست هدايا تقول لي. بس خلاص. هي قالت لي اقول لك ودي الانبوبات على المطبخ. او ماي جاد. جود بويز.
وحش قوي، وحوش موت. ستوب، لمه. حازو حازو، انت لا، انت خليك هناك. اوكي. بص يا جماعه، هات الكوره. جود بوي جود بوي. بص يا جماعه، هلعبكم لعبه اسمها فيشرمان، يعني صياديه سمك. ايه قصده صيادين السمك. اكمنوا يعني اكمنوا خواجه جوني بيه، ما انتوا عارفين. انت هتزيد؟ امشي هناك، قسما العظيم هطلعك برا. من جنابك. اسمه صيادين السمك زي ما انا قلت. الجيم ده بيقوي حاسه اللقف عند اللعيب. عايز حاسه اللقف تبقى عاليه عندكم، عايزكم كلكم لقيفه. بصوا يا جماعه، سيمبلي انا هرمي الكوره دي على اي حد فيكم. لو حد خبطت فيه تف اسنانه هيبقى ضعيف، سي سي بوي هيطلع بره، ما يلزمنيش. انما لو حد عرف يلقفها هيبقى بياخد بيضه. يلا يا جماعه، ستاند باي. ايه؟ قالي بيضة! قالي بيضة! 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 يا ابني يا ابني تعالى هنا يا متخلف! بيضة جوه اللعبة مش بيضة برا! ايه يا معلم ده؟ ده بعثك ايه؟ ايه ده؟ طب يلا يلا، قول له اقلع الجلابية عشان ما يتكعبلش وهو بيلعب. يلا. هقول لمين يا معلم؟ لا طبعا انا مجنون اقول له. يلا يلا روح قول له، روح له. لا لا طبعا، روح انت قول له. يا ابني انا المدرب، انا يعني انت الوزير، بتعمل التفاهات دي انت، انا بنشئ لاعبين، بعمل حاجه للبشريه. يلا روح روح. طب تعالى معايا. كل حاجه بقى جوني جوني. معلش. واتس اب مان؟ هو عايزك في موضوع. بص يا معلم، احنا بنعمل فريق طبعا. احنا دلوقتي بنعمل ماتش كوره، وانت هتنضم ان شاء الله لينا وللفريق، وفي تدريبات وفي ماتشات، في الحاجات دي بتبقى محتاجه انك تقلع. وضح وضح يا متخيل. الجلابيه ولا انت مش عايز تلعب معانا؟ اكيد عايز تلعب معانا صح. انت بس انت براحتك على فكره. ايه هتلعبوني معاكم؟ هتلعبوني معاكم؟ ايوه ايوه هتلعبوني معاكم. هتلعبوني. جوني بس 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 بس. هات هات، انت مبسوط؟ ايوه. طلعت في اللالا. امال ايه؟ سو كيوت. تعال تعال تعال. امال ايه؟ تعال مع بابا. تعبوني معاكم. يلا يلا يلا. بص يا شباب، هنعمل تقسيمه. هات الكوره. ها جود بوي. بعزة. ايوه. انا معايا الكوره. ايوه. هحاول اخد مشوار لحد عنده. هتعوج؟ لا يعني حسب الترافيك. سو كيوت. ركز معايا بعزة، وكفايه كلام. بص انا هاخد الكوره، هوصل مشوار لحد جوه، كل الناس دي هتحاول تمنعني، انت مهمتك انك تمنعهم ان هم يمنعوني. ما فهمش. اه احنا مش صحاب يا بعزوق؟ دول عايزين يضربوني، عايزين يموتوني دول. اثبت على كده، اثبت على كده. بص طول ما انا رايح هيحاولوا يمنعوني، موتهم اهرسهم. حلو قوي، انا هاخد فزاع ومناع وهاخد. انتوا مين؟ تعالوا 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 كده، انا فرقتي خلاص. خلاص ايه؟ لا طبعا كده مش فير ابدا. لا فير. لا طبعا لا مش فير. لا حبيبي فير. بص انتوا كام واحد؟ واحد كام واحد؟ انا الكوتش، هطلعك بره. فير ولا لا؟ فير طبعا. يلا يا جماعه يلا، وضع الانكسار. يلا اللي هو كده. يلا ها ها. Oh my god! لا لا تعال 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 تعال. اهدى اهدى، انا قلت لك امنعهم مش تعدمهم. اهدى، دي لعبه مش حرب. يلا جود بوي. يلا تاني، وضع الانكسار. يلا كلنا مكسورين. ها يلا 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 تعمل كده. انا قلت لك تعمل كده. ما تعلق. يلا مجنون مجنون. هاتوا ده. السلام عليكم. شفتيش فزاعة يا بت؟
لا ما شفتهوش. بوه كنت بخر الواد دي ولا ايه؟ اخر مره شفتيه ميت النهارده. ها تتلي تتفرجي عليه يا بنتي، هتعملي كيف المهابيل اللي امامهم جوني؟ نعم يا كبير وامرني انا سمعك. ها اخر مره شفت فيها الزفت اللي اسمه فزاع النهارده ميت. ما شفتوش النهارده واصل. بوه ايه سر اختفاء الواد ده؟ يكون شبي يتمرن مع سجوني عشان الماتش قرب. هو فزاع بقي مع جوني؟ ايوه امال ايه، انت ما دريتش فزاع بقي في الفرقه. يا الف نهار ابيض، فزاع بقي في الفرقه؟ ده انا الفرحه ما سيحانيش. لا ده لازم اروح ابارك له بنفسي. زغروطه يا بنت زغروطه يا جاموشه، ما ناس اللي فاتحها اسواقه قاعد اكبر واسمن في البهيم ده عشان يروح يخيب في الفرقه. ما تتزربنش بس يا كبير، دول هيلعبوا امريكا وان شاء الله هيكسبوهم كمان. جوني هيكسب امريكا ويكسبهم هيكسبهم في ايه؟ في الحياه فوق قله العقل. واه يا كبير، هو انت ما حتشجعهم شيء؟ اشتعيهم ايه الحماس ده يا ولي؟ هديه حسك عينك يكون ليكي اي صالح او لينك بالموضوع ده، فاهمه؟ في الزعبك في الفرقه. بيك في ايه؟ عم تستخبى باين، تجي يمين تجي شمال باين، كيف العجل بسم الله ما شاء الله. تعال تعال تعال، ما تخافش ما تخافش، انا العمده ولد، انا العمده. تعال وبعزك كمان. لا عيني عليك وبارده، اكده كملت فرقه المعتيه. الله يرضى عليك، تقول له ما يمسك مش سلك عيان. انا العمده. تعال يا حيلتها، تعال يا جاموسه. هي من جنابك. انا ما اسمحلكش اتكلم اي حد من فرقتي بالشكل ده، انا كوتش هنا. اوعك تكون مصدق اللي عم تعمله ده، لمم لي حبه مقاطيع وعامل لي بيهم تيم، معملهم مصالحهم واراضيهم ومقلعهم خلقاتهم، قاعد باللباس يا باللباس. خلقات التمرينه ترد علي؟ خلقات تمرينه؟ انت مصدق الكلام ده؟ طبعا، ما انت في البلاله مش فاهم احنا بنعمل ايه يا بي. احنا هنلاعب امريكا وهنكسبها كمان. ابقى قابلني، العالم كلها معرفش يغلب امريكا وانت هتكسبوهم المزاريطه. ما هو لو كل الناس بتفكر زي كده عمرنا ما هنكسب امريكا. بلاش تدينا طاقه نيجاتيف، خليك بوزيتيف، يعني شجعنا العب معانا. لعبت عليك نفسك يا بعيد، العب معاكم ايه؟ وده لعبه اللي عم تعملوه ده؟ عم يتمسكوا في بعض وتلزقوا في بعض كده، في ايه اللعبه دي؟ قول لي بقى يا كبير انك خايف جدي. معاك حق، هي اللعبه دي عايزه رجاله. بتقول ايه يا قصدي يعني اللعبة دي طف. انت تجيب 30 فرقة فوق الفرقة دي واكسبهم لحالي. يا قد انت لو طلعتولي في الكشري اكلكم يا قد. قال فرقة قال. استر حالك استر حالك، عايز تكسب امريكا باللباس. تابع تابع مالك شخصية. يلا يا جماعة يلا يا جماعة نكمل. ايه ايه يا ادرس ده، اسرع شويه، اطلع شويه قدام يا بعزق بعزق، اطلع قدام شويه، اسرع يا هدرس اسرع يا هدرس. يلا تفتكر يكونوا وصلوا؟ اه يا معلم وصلوا، انا كلمت السواق من شويه قال لي ان هم خلاص في اول البلد، يعني خمس دقايق ويكونوا وصلوا. احنا هنعمل ايه في فزاع؟ مش مهم متقلقش، هعرف اجيبه ازاي، ليه طرقي. اهم اهم وصل.
جوني. مين دول؟ مين دول؟ هاي دود. ازيك يا لوزر؟ ازيك. ايه يا عم المكان الغريب اللي انت عايش فيه ده؟ انا كده صدقت انك عمده، هو ده اخرك تبقى عمده على مكان زي ده. ايه الطعامه دي؟ انا نسيت انك طعم قوي كده. دي حاجه بسيطه يا جوني. ايه يا تومي عامل ايه؟ وحشني. انت لسه زي ما انت لازق لجوني. خليك في حالك. هم دول الناس اللي هينزلوا لنا الشنط؟ لا دول فرقتي. فرقتك؟ نو واي. زي ذا تيم. ما يغركوش. الفرقه دي جامده جدي. دول اجمد فرقه في افريقيا، حتى اسمهم فرقه الوحوش. قصدك فرقة الكروش. ايه ده؟ لا خفيف. اوكي. فين الارض اللي هنلعب عليها؟ ما انت على الارض اهو، هو ده الملعب. هو ده الملعب؟ ده مش كويس، وبعدين ده مش قانوني. اقعد بقى تلكك بقى، يقول لك مش قانوني بقى، فاهم؟ ونقر ورجلي هتتلوي وهيجي لي حمو النيل، الجو مش مناسب، كل دي تلاكيك. ما تقلقش يا لوزر، مش هخسر. اوكي، الماتش الساعة كام؟ بعد بكرة الساعة 3 الظهر. طيب، احنا هنيجي الساعة 7 الصبح نتمرن هنا، اوكي؟ اوكي. اوكي. بقول لك، الساعة 1 الظهر هاجي، تمشوا على طول، مش عايز بقى والنبي لفة ولسه بلعب دورين تراي وجو ده، ها؟ انسى الكلام ده. فاني، سو فاني، شور يو ار لوزر. سخيف بشكل مش ممكن، يعني ايه يا شباب؟ ايه؟ انتوا هتتكسروا ولا ايه؟ ارفعوا راسكم لفوق، ما يغركوش، دي مناظر على الفاضي، احنا هنكسبهم بس لما اسمعوا كلامي. طب سيدوني انا عندي سؤال. ها؟ يعني ايه لوزر؟ بص، لوزر دي يعني باليوغوسلافي كلمه يوغوسلافيه معناها كوتش او كينج، ملك او برنس، قصدها تلميذي، فمن كتر ما بيحبني بيقول لي يا لوزر. احنا كنا بنتكلم في ايه؟ كنا بنقول اننا هنكسب باذن الله يا لوزر. توماس ما تستعبطش. ما تقولش الكلمه دي، هيبان ان انت ما بتفهمش انجلش، لان هي مش انجلش، هي غزلفيه، فاهم قصدي؟ قول كوتش اسهل حتى. لا لوزر اسهل واحلى. لوزر يا لوزر يا لوزر يا لوزر. روح الحمام يا لوزر يا لوزر. ها عملت ايه؟ اجده بقينا 10. كويس، احنا كده فاضل لنا 2 كمان ونبقى بيرفكت تيم. لا هنكن على 2 سهله قوي، حجيب البت قمر وامها الحجه صباح. واتيفر، انا اهم حاجه عندي هديه، انا ولا عايزه ناس تخينه ولا عايزه ناس عواجيز. عواجيز ايه؟ ده الحجه صباح دي مرعه فيه، ده انت لو شفتيها وهي بترمح لما بتدي طلبات بيتها تقولي عليها ولا بت 18. طيب خلاص هاتيهم لي بكره الصبح عشان اشوفهم. احنا بقاش عندنا وقت هديه، الماتش خلاص قرب والناس اللي هنلعبهم جم النهارده الصبح. فرقه امريكا؟ يب. شكلهم ايه يا اشلي؟ هيروز يا هديه، هيروز. كيف يعني؟ حاجه كده عامله زي التيران، انا مش عارفه بس يا هديه احنا ازاي هنغلبهم. ربنا يستر. ايوه يا مستوفي، ربنا يديك طول العمر يا اخوي. لا لا لا، ما عاوزش حاجه من ليبيا، تعال انت بس بالسلامه. اتكلي على الله انت دلوقتي، وبكره الصبح ان شاء الله لما الكبير يطلع هجمع التيم هنا في الدوار. خلاص اوكي، باي. لا يعني شوف، اذا كان يعني ولا بد يعني تجيب لي حاجه معاك، هات لي جزمه جلد بني معتبره. ايوه هاتها منقرشه، وببزيم. اقول لك هات تنين، واحده ببزيم واحده ما ببزيمش. ماشي يلا، سلام عليكم. الحمد لله على السلامه يا كبير. الحمد لله على السلامه يا اخوي. الله يسلمك. كنت عم تلتي وتعجني مع البت الشقره دي في ايه؟ لا ده انا كنت بسالها بيعملوا البيتزا كيف. بيتزا؟ وما فيش حد في الدوار ولا ايه؟ كلهم نايمين يا كبير، عشان عندهم تمرين بكره الصبح، اصل الماتش قرب والفريق الامريكاني وصل النهارده، وبيقول لك هيروز يا كبير هيروز. حصل لنا الرعب. وانت عرفتي منين يا بنت؟ البنت اشلي لسه قايله لي دلوقتي.
يعني ما كانش في خلطة بيتزا ولا حاجة؟ الكلام جاب بعضيه يا كبير. الماتش ده متى؟ بعد بكرة الصبح إن شاء الله. هو أنت ناوي تروح يا كبير؟ فاضي أنا إياك للكلام الفارغ ده والحيافة. أنا هطلع رايح جدتي فوق وأتفرج على البوكيمون. الحمد لله. خلاص يا جماعة حافظين الأغاني زين؟ لما تندلى أشلي دلوك نسمعوها لها. أهي جات أهي. صباح الخير يا هدي. صباح النور يا أشلي. إيه كله تمام؟ تمام. عاوز أعرفك على التيم. دي الحجة صباح، ودي بنتها قمر، واللي هناك دي صفاء سلفة قمر اللي أمها تبقى بنت خالة الحجة صباح. أوكي أوكي. بس يا هدي لما تعرف على التيم أكتر في البروفا أوكي؟ ماشي. تعرفين طبعاً أنتوا جايين هنا ليه صح؟ طبعاً. أمّا ليه؟ أنا قلت لهم على كل حاجة. هم حاضرين لك حاجة كده عاوزين نسمعوها لك. إيه ده؟ بجد؟ تفضلوا. يلا يا جماعة أوقفوا صفوا زي ما كنا في البروفا. أيوة. 1 2 3 يلو عطر احود على المالي يلي عطر احود على المالي واستبي وجاني من ايه واستبي وجاني من ايه واستبي وجاني من ماتش امبارح. شكرا شكرا شكرا. ستوب ستوب. ها ايه هدايا ده؟ ايه ما عجبتكيش؟ لا مش عجبتني، لكن دي لوكال قوي. لوكال؟ اه. طب انا محضره لك حاجه تانية من كلاسيكيات المزاريطه. شوفي جهد الاغنيه الثانيه. 1 2 3 يا احمد يا عمر ما تبصش على القمر ده انا لاعب ميه زيك بالبيضه والحجر. يا احمد احمد يا احمد احمد. شكرا اصطر. شكرا هدايا. انت لغايه دلوقتي لسه ما وصلتيش للبوينت اللي انا عايزاها. طب اصبر. طيب ده الحجه صباح دي لسه عندها اغاني كتير، دي زفت نص بنات البلد. هدايا هسيبك من حاجه صباح شويه وركزي معايا انا. اوكي ماشي يا هدايا. احنا عايزين يبقى لنا حلو في الماتش عشان التلفزيون هيصور. اوكي اوكي. يعني ما عجبتكش احمد يا عمر؟ لا ما عجبتنيش، ما عجبتنيش يا هدية. لوزر. يلا فتنس. عاش وحوش. ها ايه يا جماعة اللي بتعملوه ده؟ مالكم كتانين كده ليه؟ بصراحة يا سيدوني احنا بعد ما شفنا فرقة الامريكان ودول ومش عارفين نلعبهم كيف. دول ناس جايين وعارفين هيعملوا ايه بالظبط. طب اقول لك على مفاجأة، دول جايين وجايبين معاهم لبس نظيف، وبعدين انا حاسس كده اللي هم لعيبه بجد. وبعدين بلا ما ياخده يعني يا جوني بيه، دول تبين عليهم هيلعبوها ديلهم زمن، انما احنا يعني لساتنا متعلمينها بقالنا كم يوم. اه قولوا كده بقى، انتوا عاوزين تنسحبوا؟ خايفين؟ سيسي بويز. لا يا سيدوني احنا ما قلناش كده. ما انت اللي قلته معناه كده، مش لازم تبقى مباشر، مش لازم تقوله باللفظ يعني. انتوا عايزين تنسحبوا وجبنا. عايزين تنسحبوا انسحبوا، انا ما يهمنيش، انتوا اللي هتندموا. كل واحد فيكم هيرجع لماضي وحش. انت هترجع تتمرمط في الحقول وفي الغيطان وتلعب مع اصحابك في الترعه ويجيلك بالهرسيه تاني. وانت الكبير هيرجع يهزقك ويكهربك في كل حته. وانت يا توماس انت عارف كويس قوي هترجع ليه. عارف هترجع ليه. وفين زبير؟ هترجع للقهوه، ترجع تتهزق في القهوه. عايز قهوه زياده تجيب له ساده يرميها في خليتك. وانتوا انتوا مين اصلا؟ anyway اكيد ليكوا تاريخ منايل بستين نيله هترجعوا له تاني. انا رايح العب لوحدي، قلبي قلب اسد، هروح لوحدي مش عايز حد فيكم. بصوا عموما يعني قشطه، لو حد عايز يبقى معايا اوكي. حد عاوز يبقى معايا؟ انا معاك يا سي جوني. حلو ستيل لوحدي. مين تاني هيبقى معايا؟ انا يا سي جوني. معاك يا سي جوني. ايه السخافه دي؟ طب ما انتوا امال ايه الجو الرخيص اللي عملتوه ده؟ anyway انا مبسوط بجد من قلبي ان احنا رجعنا واحد. يلا بينا نقسم فرقتين. Oh,
بالله وبنعمل لك عملية قلب مفتوح. الحمد لله ما فيش لا كسر ولا شرخ، هو مجرد لوي بسيط. سوري أنا الأربك بتاعي ضعيف، يعني لوي دي يعني هيبقى كويس بكرة ويتنطط؟ بكرة ويتنطط؟ لا على إيه بكرة؟ بعد ساعتين بالظبط. الله. بس هنضطر تحط رجله في الفرن، بس يا ريت من تحت مش من فوق عشان ما تلسعش وما تفتحوش، لا رجله تقب. أوكي بس هو مش هيلف شوية على فرن؟ مفيش حاجة على مقاسه. لا ليه، ما في عربيات بتخش الفرن. فرن عربيات؟ نسمكره. شوف الطب، شوف الطب البديل بقى، ده الطب البديل. أنا هزر. راح أسبوعين ويتعرض على أخصائي علاج طبيعي، أنا ربطت دلوقتي. إيه جنابك ربطتها لي يا ربطة الرباط الصليبي إيه؟ لا الرباط الصليبي بيجي للي بيفهمه، ده رباط عادة. عادة؟ أنا مش قادر أفهم، يعني هو بيروش ولا بيتكلم بجد؟ أنت بتروش ولا بتتكلم بجد؟ لا أنا بروش وبتكلم بجد، ميكس الاتنين مع بعضيهم. راحة أسبوعين ويتعرض على أخصائي علاج طبيعي، ولو حصل له حاجة أنا بحملكم المسؤولية كاملة. كام داون، كام داون، إحنا جايبينهولك. هنعمل إيه دلوقتي؟ هنعمل إيه؟ هنروح نشوف اخصائي علاج طبيعي يشوف رجله. هنلاقي حاجه زي كده في المزاريطه؟ اذا كان مش لاقيين شيبسي مملح هنلاقي، هنجيب اللي بتقول عليه ده. جوني سيب باب الامل مفتوح، ما تخلوش مهم. ده كلام فاضي بقى، زي الدم عمره ما يبقى ميه، وده عمره ما دم ما يبقى ميه، وصوابع ايدك مش زي بعضها، ما فيش حد حتى ايتي ايديها مش زي بعضها يعني. ما تتفضلوا ترتاحوا، اجيب عصير وبتاع. معقوله مره تشرفوني في الوحده ما تاخدوش عصير ولا حاجه؟ لا شرف. اتفضلوا، ده مكان اكل عيش، يلا خدوا الجثه دي واتكلوا على الله. امشوا. ممكن تكون دكتور، ده هيرش ميه كمان شويه، ده كبابجي. امشي يلا فضل. يلا احنا مش ناقصين هزار. شفت بقى حضره العمده الدنيا ضيقه ازاي؟ قلت لك هتلف تلف وترجع تلاقي حمدي كاتا. هو انت برضه ليك في العلاج الطبيعي؟ عهد مين ده؟ طبعا عهد جامد. والعشره دول انا خريج معهد الطيران. طب ايه البوينت؟ مش فاهم. لا اصدقائي اخصائي اجتماعي واللي دكتور فبتعلم منهم. من عشر الام ستايل. ده غير بقى تصنيع الاجهزه الكهربائيه، الكترونيات، حاجه ولاعه، موبايل. تعال بقى حضره العمده، الرزق يحب الخفيه. شفت الصايع بيسوق نفسه ازاي؟ انت خساره في البلد دي. شوف انا بلا فخر. يا بنتي يا مؤاخذة، أنا بلا فخر يا حضرة العمدة، حطني كده في أي حاجة، لا مؤاخذة في أي مكان أسد فيه وأشتغل. جوني على فكرة الراجل ده هينفعنا جامد جدا في الماتش، إحنا مش معانا دكتور. الراجل ده بيفهم، والله العظيم الراجل ده بيفهم، هو شكله ما يديش بس شكله كده تلاقيه سمح ويقدر المواهب التي تعمل جاهدة على أي حالة تجدها. خلاص خلاص هتجيبني أنا صداع نصفي يا أخي، مش ممكن. ليه؟ احنا عايزين دكتور مش راجل بتاع علاج طبيعي. لا انت هتلاقيني معاك دكتور ماشي، علاج طبيعي ماشي، احمال بدنيه ماشي، تدليك تسليك. ده كلام، الكلام طول عمره رخيص. قدامنا اهو حاله عمليه، راجل نايم على السرير، الدكتور بيقول قدامه اسبوعين عشان يقف على رجله، واحنا عندنا ماتش مهم بكره. يفهم ايه الدكتور في اللي انا فاهمه؟ اسبوعين ايه؟ الراجل ده ساعتين زمن هخليه يقوم يرمى على رجله دي زي ما خلاص يا عم بقى. الله، احنا تصلناك بعربيه، امال هتعمل ايه لما نبتدي الجلسه؟ ايه ده؟ هو انت ناوي تعمل ماي جاد، انت ناوي تعمل فيه ايه؟ لا دي حاجات بسيطه كده عشان لو عنده حاجه معوجه بتاع بومبي نستعدلها له. طب هو انت ناوي ترده على البارد ولا هتدخله فرن؟ حلو. لا لا هم خبطتين على الهادي كده، وان شاء الله الموضوع كله هيتظبط. هو اهم حاجه تجيبوا لي حله كبيره فيها ميه سخنه مغليه. دكتور حمدي، دكتور حمدي دلوقتي الراجل ده رجله بتوجعه مش حامل. هو انا مش دكتور ولا ايه؟ يعني انت هتعلمني شغلي؟ ما انا فاهم دي منطقه الكارع، لازم تتسيح الاول. كل ده ملوش لازمه. ما خلاص بقى، خلاص بقول لك هيسيح. جود لك، سي يو ان هيل مان. تجري بيه، ما تنسانيش بقى يا عمده، ما تنسانيش بقى بموضوع الفرقه دي. ها وانا الراجل ده يعني هخليه يقوم تمام التمام. انت معانا ان شاء الله، بس اهم حاجه يقف على رجله تاني، لان ده اهم لاعب عندنا. يعني انا خلاص معاكو بس، وانا اوعدك الراجل ده هقفله تقفيله ما تخرش الميه، بحيث ان انت لو عايز تبيعه لاي فرقه تانيه اتحداك، لو اكتشفوا ان هو عنده خبطه قديمه ولا برومه. طب انا عايزه فابريقه. باي باي، بعمل لما عارف سلام. فين بيه؟ رايح فين؟ وهتهمل لي مع الراجل ده وحدي؟ اسكت خالص، اهدى وتشاهد.
وبعدين يا جوني هنلعب ازاي من غير فزاع؟ ده اسرع لعيب عندنا في الفرق. بص انا المره دي مش متشائم قوي يعني، لان بصراحه شفت امل، شفت امل في عين دكتور حمدي كاتب بجد يعني. اي هوب ان يرجعوا فعلا فابريكو. اسكت خالص. لسه عندك امل؟ ريست ان بيس برو. وقف عندك يا صرمة يا كبير. ما تضربش نار يا كبير، تضربش علي نار، ده تبعي. تبعك كيف؟ معايا في الفرقة مش كده؟ ايه وجدي والله العظيم مش انا معاك في الفرقة؟ ايوه يا عم انت هتفضحنا غبي. طبعا مين يعمل قلق ليه؟ مش عارف، يمكن رجالتك افتكروه حرامي هو نازل من عندي، فتعرف رجالتك ما بتتفهمش. طب بعد اذنك بعد كده لما تجيلك حد في انصاص الليالي ابقى قول لنا. حاضر اوكي. يلا يلا كل واحد يروح لحاله. يلا ثانكس. خش بقى عشان الساعة. ساعة ما سقعاش مالكش صالح. اي خدمه يا معلم. ربنا يبارك لك يا عمده. ما اعرفش اقول لك ايه. قولي جوني، قولي براذر، يعني انا متواضع ما تفرقش معايا الالقاب. انت اسمك ايه بقى؟ انا اسمي قطر. باين عليك باين عليك. حد برضو يجي يسرق دوار العمده. اسرق؟ قطر يسرق يا عمده؟ ده احنا كنا بنلعب كوره، كنا بنلعب كوره بره والكوره وقعت عندك في الدوار، فانا نطيت اجيبها ولا سيبها. أنا قلت أجيبها بدل ما سيبها وحد تاني يجي ياخدها. ده أنت أدائك فيك قوي قوي، يعني أوحش من ريدج بتاع ذا بولد أند ذا بيوتيفول. إيه؟ اللي هو الجريء والجميلات ولا جريء والطعمات حاجة بتاع أستاذ نور الشريف. طب أنت بتقفلني منك ليه دلوقتي؟ يعني ليه؟ أنا كنت عايزك في مصلحة. بص يا معلم، أنا متأكد أنت كنت جاي هنا عشان تعمل إيه؟ جاي تسرق، وأنا مش هرجعك إيدك فاضية. خد دول فلوس. خدهم كلهم. لا لا انت كدبت وشتم. يات 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 بتبطل تمثيل. يلا خد دول وبكره الصبح تجيلي من بدري، عاوزك في مشوار مهم، لما تيجي هديك زيهم. ربنا ما عارفش اقول لك ايه. فكك من ده والشحاته ده، انا مش فاضي، عايز اطلع اكمل نوم. اوعى تاخر بكره. طير. او ماي جاد، سريع جدا كده. يبقى الفريق اكتمل. يا هديه انت يا بنت يا هديه. راحت فين دي يا فزاع؟ انت يا فزاع بتنادي يا كبير؟ بيتك لبيت سنينك. ايه يا اشرف، مفيش حد في الدوار ولا ايه؟ كل الناس في الماتش من النجمه. وستك هديه راحت معاهم؟ الست هديه وفزاع وست توماس وسجون كله. وانت ليه ما رحتش الماتش يا حبيبي؟ قدامي كم مصحك ده بخلصهم وهروح. روح فين يا جحش؟ انت تقعد هنا وانا اروح ادردرهم واحد واحد من قفاهم واجيبهم. قال الماتش قال. المعلق الرياضي خالد الغندور يحييكم من استاد المزاريطة لنقل الوصف التفصيلي لمباراة كرة القدم الأمريكية لأول مرة بين فريق المزاريطة
وفريق شاركس الامريكي او القروش الامريكيه. مباراه قويه جدا النهارده يا جماعه، رغم انها فريندلي جيم او مباراه وديه، ولكن المباراه حساسه لانها بين المزاريطه وفريق امريكي. النهارده بيشرفني في كابينه التعليق طبعا احد محبي وعشاق فريق المزاريطه والمشجع الاول لفريق المزاريطه طبعا كابتن دهشان. مباراه حساسه يا كابتن دهشان، ولا شايف ايه النهارده؟ على العموم يعني كابتن دهشان يعني نظرته كافيه للتعليق على ان اللعيبه مركزه النهارده وهيكون في مباراه قويه لفريق المزاريطه. زي ما انتم شايفين الجمهور مالي الملعب النهارده وبيشجعوا بطريقه جميله جدا جدا جدا، ولابسين تيشيرتات وجلابيات يعني تقريبا موحده. الناحيه الثانيه شايفين الجنس الناعم، الجنس الناعم النهارده موجود في ملاعبنا من 2006 في بطولة أفريقيا. جنس الناعم النهاردة شكله جميل، بيشجعوا بطريقة حلوة جدا، كلهم بيكتسوا اللون الأسود. مش عارف هما جايين نشجع فريق المزاريطة. ابتدى ينزل يا جماعة بقيادة عمدة المزاريطة جوني. العمدة نزل يا جماعة الله الله على الرأس، الله على الرأس. أيوة هي دي الروح الرياضية يا جماعة، هي دي الروح الرياضية. والكابتن توفيق أهو، كابتن توفيق يا جماعة والله كابتن توفيق قبل المباراة على طول قابلني وقال لي حكاية جميلة جدا. قال لي يا كابتن خالد أنا كان نفسي أحترف كرة القدم الأمريكية، وفعلا احترفت كرة القدم من 15 يوم، وحلم حياته ان هو يحترف في الدوري السعودي. معرفش هو في دوري سعودي في كرة القدم الأمريكية. على العموم كل فريق راح للركن بتاعه، كل واحد بياخد التعليمات الأخيرة قبل المباراة. أحسن شباب أحسن. إيه اللي أنت بتعمله ده؟ إيه ده؟ العضلة إيه اللي بتسخنها أنت دلوقتي؟ سخن العضلة. ما تقعدش تفتي، أقف مكانك. بص يا جماعة إحنا كويسين زي الفل أسود، وهنعمل معاهم السليمة. أوكي؟ بعزة أسالم. اي حد من فرقتنا معاه كوره ما تخلوش اي حد من الفرقه الثانيه يجي جنبه او يلمسه. اوكي مناع خف ايدك وانت بتحدف الكوره. توماس انت خليك على الخط اليمين جنبي. يس سير. انتوا الاثنين ايه ده انتوا مين؟ انتوا المره اللي فاتت ما كنتش فاكركم برضو. انتوا خليكم على الدكه احتياطي. حاجه توفيق عاوزك معانا بقلبك، شايك ترمسك سجايرك واني. أنا إيه عندك يا جوني بي؟ أنا ما أعرفش حاجة، أنا مش هقلب الناس دي عشان أعرف أنا هنا ليه بالظبط. أنت فيك، أنت أوفر، أنت ولا حاجة. أدائك أسوأ بكتير من ستيفن سيجال أول ما بدأ حياته. أنا ماليش صح. اسكت. تقف جنب الاحتياطي لحد ما أنا أقول لك هتعمل إيه. أنا كوتش. بصوا يا جماعة سخوا في نفسكم. جاهزين؟ جاهزين يا لوزر. لا لا أنا الكلمة دي مش عايز أسمعها تاني خالص. اللي هيقولها هقعده على احتياطي مش هلاقوه تاني. انا باكل حاجه مهمه جدا، هيحاولوا يستفزوكم عشان هم كده كده عارفين ان هم بيلعبوا بره ارضهم، فهيحاولوا يموتوا الماتش. كل دول شمال اسيا كده عشان في الاخر يوصلوا للبلمبات. مش عايزكم توصلوهم للبلمبات. بلمبات ايه؟ اقعد يخرب بيتك بتقول اي كلام. صدقني الجون بتاعهم جامد، لا هتقول لي حضري ولا ابو تريكه. الراجل ده مجنون واهبل، وانسوا اللي بيقوله خالص، مفيش جون في اللعبه دي اصلا. يلا يا جماعه يلا يا جماعه البسوا الخوص. يلا يلا اسود. يا شباب مش عشان الفرقه دي ضايعه هننزل نهزر، احنا عايزين نعمل عليهم سكور. انا مش عايز جوني ده يتكلم تاني في الامريكان فوتبول. انا عايز اخر علاقته بالامريكان فوتبول الكره اللي هياكلها بعد الماتش. اوكي اوكي ليتس جو. يلا جايز برينج ان برينج ان ليتس جو ايفريبادي ان هير. Let's go, let's kick some butt, all right? Ha. On three. One, two, three. USA! Hey, go! Hey, you loser. جاهز عشان تخسر. لوزر لوزر لوزر. تنسم مكرر قوي. بعدين يا مان الجيم لسه ما ابتداش، هنشوف مين اللي هيضحك في الاخر. انا طبعا.
انا شايف فريق الامريكي تقريبا هو اللي كسب قرعه بدايه المباراه، وشايف كابتن جاك بيستعد عشان يبدا ضربه البدايه لمباراه كره القدم بين القروش الامريكيه وفريق المزاريطه. الكرة بتوصل لجوني، جوني بيلعبها بالعرض لمناع، مناع بيبص على هاجرس وبيلعبها له طويلة قوي، بياخدها هاجرس، هاجرس بيروح وبتتاخد منه، واللاعب الامريكي بيديها للامريكي الاخر، والامريكي الاخر بيزق وبيخش ومش همه ورايح ناحية جون المزاريطة. بوب 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 بوب. وجابوا جول بكل يا جماعة، لا ما ينفعش كده يا جماعة، دفاعنا يركز شوية، ما ينفعش كده. جمهور حزين جدا، الفريق الأمريكي بيحتفل بطريقة بولينجاوية، بولينج يا جماعة، والنتيجة أصبحت 6-0 لفريق شاركس أو القروش الأمريكية. أنا نسيت أقول لكم يا جماعة إن الهدف في كرة القدم الأمريكية بستة، وفي الركلة الأرضية دي لو جت بتتحسب بنقطة وبيلعبوها وجت للأسف، والنتيجة أصبحت 7-0 القروش الأمريكية. إيه يا لوزر، بتعرف تعد لحد كام؟ امشي يلا امشي. برضه ضحك، برضه ضحك اوفر. وشايفين دلوقتي بداية هجمة للفريق المزاريطة على الفريق الأمريكي، بتتلعب دلوقتي بتروح للمزاريطة. الله لا 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 لا، ايه الضرب ده، ايه الضرب دي، مش كورة يا جماعة ابدا، لا 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 لا. والفريق الأمريكي مش أخلاق رياضية ابدا، لا 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 لا. وسالم يا عيني في واحد ماسكه رغم ان هو تخين مش قادر برضه، وبيتضربه وبياخد الكرة وبينتهز الفرصة، وهجمة خطيرة خطيرة. جون يا جماعة، جون تاني للأسف فينا، جون للأسف فينا تاني فريق المزاريطة. أنا شايف أحد إداري المزاريطة نازل بيعترض بصورة كبيرة جدا. الكرة أوفسايد. أوفسايد يا عم أنت، يا عم أنت هتجرسنا ولا إيه؟ مفيش أوفسايد في كرة القدم الأمريكية. والله العظيم أوفسايد. أوفسايد يخرب بيتك، يخرب مغربية، حسبي الله ونعم الوكيل. هتفضحنا، هتفضحنا. الكرة أوفسايد. يا منتشي يا حكم، يا منتشي. منتشي. على العموم جوني راح يهديه وبيطلعه بره وهيكملوا المباراة. والركله الارضيه بيشوطها، هيجيبها كالعاده، مش عارف والله مين بيشوطها، واحد امريكي وخلاص، وبيجيبها للاسف. والحكم بيصفر كده، بينتهي الشوط الاول من مباراه كره القدم الامريكيه بين الفريق المزاريطي وفريق الامريكي بنتيجه كبيره جدا يا جماعه، 14-0. نتمنى ان الشوط الثاني الشكل يتغير، لان لو فضل الوضع على ما هو عليه كده ممكن الفريق الامريكي يعمل علينا نتيجه تاريخيه. وبعدين يا جون، احنا بجد هنخسر، احنا ما رحناش الناحيه الثانيه ولا مره لغايه دلوقتي، احنا ما جيناش الماتش اصلا يا معلم. بعدين ايه هنخسر دي؟ 14-0 ولسه هنخسر؟ كوبايه ميه يا اخوانا، الراجل هيروح مننا. بلاش ميه، الحق اتشاهد. حاضر حاضر، ثانية واحدة، حاضر حاضر. الولاعة فين؟ انت بتهبب بتعمل ايه؟ بتهبب بتتليل ايه يا حمد؟ ايه؟ ستفكك منه هو هيموت لوحده. قطر قطر تحت كيفك يا جوني بي. يلا اجهز. اجهز كيف انا؟ اتمكج، حط ميك اب والبس لي جلابية حلوة كده وارسم عينيك. انت هنهزر؟ اتنيل ده، سخن عندنا، تنزل تلعب معانا. العب كيف انا؟ اه انا ما قلتلكش حاجه صح؟ سوري، اصل نسيت انك حرامي. ايه اللي بتقوله ده؟ بص، هي لعبه باختصار. توماس تعال احكي له انت، تعال احكي له انت بقى. اوكي بص يا قطر، الموضوع بسيط. احنا عايزينك قطر. ايه يا جماعه ما بتشجعوش ليه؟ تشجيعه بلا خيبه، ما شايفاش الجوانه اللي عماله تاجي فوق دماغنا؟ ماشي هديه، ماشي خليكوا ساكتين. ملك كبير ما جاش ليه يعني؟ أنا ناظر الستة هدية هناك اهي، ليه بيجهز الواكل في البيت؟ بعد الماتش يا طبازح، بعد الماتش سلموا نفسيكوا الأشرف، هيعمل معاكوا السليمة بص قدامك.
سيداتي أنساتي، نعود للوصف التفصيلي للشوط الثاني لمباراة كرة القدم الأمريكية بين فريق شاركس الفريق الأمريكي وفريق المزاريطية. الفريق الأمريكي بيلعب بنفس التشكيل اللي بدأ بيه المباراة، أما الفريق المزاريطي فنزل لعيب جامد جدا، شكله هو اسمه بس غريب شوية، اسمه القطر، وطبعا مش القطر اللي احنا عارفينه، لكن ده اسم اللعيب، واعتقد ان هو لعيب سريع جدا عشان كده طلعوا عليه اسم القطر. جوني بيبتدي الهجمة، بيشوطها بتروح لأحد لعيبة أمريكا، بيقول لهم روحوا، لكن القطر اللي لسه نازل بياخدها وبيعدي القطر، بيروح يمين وشمال، ده سريع قوي، لا لا لا، ويلف وفنت ومعدي، الله أكبر يا قطر، إيه عم الحلاوة دي، الله عليك يا قطر، الله، وقطر بيجيب الجول الأولاني، يا سيدي يا قطر، يا عيني يا قطر، يا ليل يا قطر، إيه الحلاوة دي يا ابني، ده أنت مش قطر عادي، ده أنت قطر إكسبريس. وكابتن توفيق نازل الملعب واحتفاليه كبيره جدا بالهدف الرائع اللي جابه قطر، بنرد عليهم بقى، انت تقول لي بولك، لا انا اقول لك سناره، احنا اصطدناكم يا معلم، اصطدناكم في الجول اللي فات دوت. حاسب يا دونتي، حاسب بس شوية، عايز ايه؟ انا المحسوب. مين قال لك الكلام ده؟ بتحلم؟ بتحلم؟ انا كوتش. اوكي، بس شوف بقى الشوطة الجاية دي، شوفها بس، شوف، اتفضل اتفضل اتفضل، وريني وريني، اوعى يا عم، انت ما من، وزي ما شايف توماس بيستعد يشوط الركلة الأرضية، ربنا يوفقك يا توماس، عايزين نشوف ماتش حلو بقى ونقرب من النتيجة، وبيروح يا خلاص يا جماعة، خلاص حسب خير، يعني الماتش طويل وعمال ترجع لورا، يلا يلا معلش معلش، يلا يا جماعه اتفضلوا، يلا معلش معلش، شدوا حيلكم يا رجاله، شكلكم كده عايزين تعملوا حاجه. الشوط الثاني النتيجه اصبحت 14-6. بعزق، ايوه انا سمعت ان الواد اللي فين، بص اللي هيبقى ماسك الكوره، ايوه سمعت انه جاب سيرتك بكلام وحش قوي. انا قال لي، قال وسمعت انه جاب سيره الوالده برضه بكلام وحش بصراحه. الوالده قال ايه؟ قال على الاخر. بصراحه انا كمان سالت بالصدفه كده، ايه اكتر حاجه بتقهره؟ قالوا لي ان حد ياخد من ايده الكوره. كده طب خد لك ساتر انت. ايه؟ خد لك ساتر انت. والفريق الامريكي هيبتدي الهجمه، بيديها له من ورا يمين وبيلعبها لقدام، وبعزق رايح، بعزق مصاب، مش هيسيبه مش هيسيبه بعزق، الله اكبر يا بعزق، ايه ده ايه ده يا جماعه، ده ايه ده، بينطوا فوق بعض كده ليه؟ لا 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 لا، وكله بيقع، وعلى فكره الحكم لا هيشوف الكره مع مين، وهتكون الهجمه مع الفريق اللي معاه الكره، هنشوف يا رب تكون مع الفريق المزق، وفعلا بعزق يا ولد يا بعزق يا ولد يا ولد، النرفزه جابت نتيجه، وفرحانين قوي قوي قوي، شوف الفرحه الفرحه، بيلعبوا الحجله الحجله، وزي ما انتم شايفين جوني بيتكلم وبيعدي، وعلى واحد واحد من فريق المزاريطة بيديهم خطه معينه تقريبا، هم بيحاولوا يتعادلوا دلوقتي، وربنا يوفقكم يا مزاريطيه. وهنبتدي الهجمه دلوقتي، الهجمه وتوماس بيديها المناع، ومناع بيديها بالعرض للنجم بتاعنا القطر اللي جاب الجول الاولاني، يعدي من واحد والتاني، وقفوا اتنين، بيلعبها بالعرض لجوني، جوني بيحاول يعدي بيحاول يعدي، واحد واقف له، بيعمل شغله باص كامل جدا ويعدي، وراح انفراد انفراد انفراد، يا ولد يا جوني، الله الله يا جوني، ايوه كده يا ابني، افرح وفرحنا معاك، هدف رائع وجميل جدا جدا جدا، بنقرب بالنتيجه يا جماعه، ايوه كده، والفرحة جامدة جدا، وكمان في المدرجات يا جماعة، ايه المدرجات النسائية عاملة شغل جامد جدا، وبيحتفلوا، هنشوف المرة دي هيحتفلوا يعملوا ايه، هيعملوا ايه متجمعين، وبيحط كأنها قنبلة وبينفجروا يا ولد. حاسب جوني، انا هشوط الكورة. طب
تاني؟ انت ليك وش بعد شوط البطه اللي شوطها عايز شوط تاني؟ احنا في عرض بوينت يا جوني. بص انا هصلح غلطتي. وسح انا اللي هشوط الكره دي. امشي يا مجنون. بقول لك انا اللي هشوط الكره دي. اعزاء طبعا تشوط الكره دي. احنا لسه كنا نفتحك في الموضوع ده مش كده؟ طبعا طبعا. يلا يا بعزة شجعني شجعني. شايف بعزة راح يشوف بعزة بعزة هو اللي هيشوط الركله الارضيه. اتمنى لك التوفيق يا بعزة. يا رب يا رب. ايوه ايوه بعزة دي بجوا. مش عارف ايه حكايه الركله الارضيه معانا. بعزة ببعزقها بره خالص. على العموم قربنا من نتيجه واصبحنا 14-12 وكده وصلنا نهاية الشوط الثاني من مباراة كرة القدم الأمريكية المزاريتا 12 الفريق الأمريكي 14. هنروح لاستراحة قصيرة ثم نعود وننقل لكم الشوط الثالث. فاضل لنا الشوط الثالث وشوط رابع. ربنا يوفق فريق المزاريتا بإذن الله. إيه اللي حصل لكم؟ إزاي ياخدوا مننا النقطتين دول؟ Honestly, the fast guy they just brought in, we have to take him out. Okay, I have a plan. وبنبدا الشوط الثالث. ريتا 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 شدي حيلك يا مزاريتا. نتمنى التوفيق النهارده. واجمل الفريق الامريكي بيديع كالعاده ورا بيلعبها ورا تاني وبيلعبها طويله. لا لا دخله قويه جدا. لا 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 ده عايز يخلص عليه ده ولا ايه؟ قطر تقريبا قطر. ايوه هو قطر تعور. اصابه قويه جدا. الغماوي اسعاف ادو اسعاف. وانا شايف جوني بينده على عربيه الاسعاف وتوماس جاي. ايه ده ايه ده يا عم ده ايه ده حمار اسعاف. يعني ظريف ظريف يعني. المهم اي وسيله نقل تنقل قطر يعني. سبحان الله قطر هينقله حمار. ايوه حاسب يا عم رجلي بتوجعني. انا هسوق. يلا حمار الاسعاف هياخد قطر ويشيله تقريبا مش هيكمل المباراه. وهجمه للفريق المزاريتي على هجرس. وهجرس بيبص وبيحاول. ايه ده يا عم ده بيضربه وهو رايحين لهجرس ده بيشيله. ايه جاك يا عم ايه جاك كابتن الفريق بتاعهم ده ولا كابتن ولا حاجه. ايه ده الراجل حاسبها جول. ايه ليه ايه ده ايه جاتكم العرب. وركله وكالعاده جول. كده نتيجه اصبحت 21-12 ولكن ما زال هناك امل. وكمان الحكم بيصفر نهايه الشوط الثالث. كده فاضل شوط وتنتهي المباراة. ما فقدناش الأمل. ما زال هناك شوط رابع بإذن الله. وإن شاء الله يكون عند المدرب تغييرات إيجابية. إن شاء الله نقدر نعوض الأهداف اللي ضاعت مننا في الشوط الرابع. هايل يا شباب هايل والله. يعني نتيجة معقولة قوي. 21-12 كويس قوي. إحنا كنا فين وبقينا فين. أنتوا عملتوا جهد جميل. مش عاوز معنوياتكم تبقى في الأرض. مش معنى يعني ان قطر رجله اتكسرت يبقى خلاص. يعني انتوا كلكم احسن من قطر. ده مهما كان حرامي والجريمه لا تفيد. اوكي قطر اتصاب. مين ممكن ينزل مكان قطر؟ انا اللي هنزل. اجوني بيه تنزل ازاي يا ابني؟ انت مش عارف تقف على رجلك. ليه 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 رجلي بيجي تعال والوسطى عندي كده ربطها لي ربطه زين وانا قادر ادوس عليها. الموضوع مش موضوع تدوس على رجله خلاص. ده جري جري وباللعب تران. وبعدين لا قدر الله حصل لك حاجه يعني مش هعرف تقف على رجلك دي تاني. وانا ضميري هيأنبني مش هعرف انام اتليست يومين ثلاثه. خليها على الله يا جوني بيه. شعر ايدي وقف. انا اشعرت. مش ممكن يا جماعه. ايه الكلام الحلو ده؟ شايفين الروح؟ هي دي الروح. كلنا عايزين نبقى فزاع. كلنا فزاع. دي انا اقل حاجه قدامها في الموقف الصعب ده يا جوني بيه. الواحد مننا يا اخوانا لازم يبقى لما انت هتزيط هتزيط هتبقى بقى كوتش وتقعد تنظر اتنقل البس اعمل جناب. ايه ده؟ انت هتقول له ايه ده؟ ما هو متعلم منك. ما كلهم ما شايفين المنظر. كل ما ادور ظهري تقعد تملى انت وتزيط. اهو اهو كله بقى كوتش. جوني ما تزيطش انت عشان انا لسه ما قلتلهمش يعني ايه لوزر.
الشوط الرابع والاخير من المباراه، وزي ما احنا شايفين فريق المزاريتي نازل الملعب ولاعب جديد نازل يا جماعه. فزاع فزاع. انا عارف قبل المباراه قالوا لي ان فزاع كان متعور اصابه قويه جدا في رجله، ولكن تحمل على نفسه. نتمنى التوفيق لفزاع والفريق المزاريتي في الشوط الرابع اللي من خلاله هيتم تحديد نتيجه النهائيه للمباراه. بيبتدي ومناع بيستعد، بيديها لجوني وجوني بيجري بيحاول يعدي بيحاول يعدي، بيبص الفزاع هيلعبها هيلعبها الفزاع. فزاع فزاع قوي جدا، بيفزع اي واحد قدامه مش عارف يعمل ايه. حطها جوني. ايوه كده ايوه كده ايوه كده يا عمي، الله اكبر. النتيجه بتقرب يا جماعه، والشوط الرابع وما زال عندنا امل ان شاء الله. وهنشوف هيعملوا ايه المره دي. المره دي فزاع موقفهم وبيرمي. ايه ده؟ رشاش وبيموتهم كلهم. الله. Kid? Yes? You are not afraid to fly anymore? You are thinking of your little stone cottage? It's on a hillside next to a beautiful vineyard. But that's not really what I'm thinking about. What are you thinking about? You. Should not be flying anywhere. I shouldn't. That's what I'm sure of it. You are. في يا جون. مشهد مؤثر قوي. تاتشي. ايوه بس مش للدرجه دي يعني. الفيلم ده احنا شفناه 60 مره قبل كده. اشمعنى يعني المره دي؟ مش عارف. انا حاسس اني مش مظبط. مش مظبط؟ مش انت تعبان؟ لا. حاسس اني اغلب الوقت وحيد. تصدق انا كمان بحس ان اغلب الوقت محسن. ايه يا جوني الجو الفاكس اللي انت بتتكلم فيه ده؟ ايه الحوارات الغريبه دي؟ يعني ايه وحيد؟ ما احنا معاك 24/7. انا غلطان اني بكلم واحد زيك. مراهق. طب خلاص من غير قفش. قول لي في ايه؟ توماس انا بقالي اكتر من سنه مفيش ست في حياتي. فين الست؟ فين؟ نفسي اشارك واحده الكلام، الهزار، النفس. نفسي احب يا توماس، احب. تحب؟ طب ما تحب ازاي بس يا عم؟ ده مفيش اكتر من الحريم. طب اقول لك اعمل زيي، قضيها. انا قاعد على الفيسبوك طول النهار مقضيها. انا مش عايز احب واحده ديجيتال، انا عايز احب واحده بجد، لحم ودم. نلعب بيلو فايت، ناخد ديوز سوا، يعني نقضيها، يعني يبقى في حياه. ايوه فهمتك. طب ما تجرب تشوف واحده من البلد في المزاريطه وبيلو فايت. يعني انت بتهزر يا معلم؟ ايه المشكله؟ انت جربت؟ انت ما دورتش. دور هتلاقي، انت بس مش حاطط الموضوع ده في دماغك. ده كلام امهات، الموضوع مش في دماغك، وده رغي امهات وهري انا عارفه. اسمع بس كلامي. تفتكر؟ بالرغم انك بتقلدني وبتعمل، انا هرد عليك بستايلك بتاع الامهات وهقول لك ايدي على كتفك. مشوار ال 1000 ميل. يلا ندور. بقالنا ساعتين بنشرب كراوية، كراوية بس، مفيش ولا مصلحة عدت. جوني اصبر شوية، في ايه؟ ولعلمك بقى، في كذا واحدة حلوة عدت، بس أنت يعني بتدقق في ديتيلز غريبة بصراحة. ديتيلز إيه؟ ديتيل كلهم أسود في أسود، كله لابس أسود في أسود، ديتيلز إيه بالظبط؟ يا معلم أنت ما تعرفش الأسود في أسود ده تحتيه إيه؟ ما هو دي المشكلة، نفسي أعرف تحت الأسود فيه إيه. طب اصبر شوية. I feel like إن إحنا بص هناك. So cute. وشها يعني ايه ده؟ دي كيوت من فوق بس.
هي عايزه تخس بتاع 85 كيلو تقريبا. خينه شويه. بعدين مشيتها في يعني عارف بتزعف وهي ماشيه ولا بتشحط اسمها ايه؟ مش عارف. مش مهم. لا بس صدقني يا جوني بص بقى على الوحش اللي جاي هناك. او ماي جاد. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ سلينا زبير عليها بسرعه بسرعه بسرعه. زوير زوير تعالى. اؤمر يا سيدنا. تعالى بسرعه. بقول لك ايه؟ مين اللي ماشي مع الحمار دي؟ دي ام صلاح. ام صلاح؟ ام صلاح ده اسم على بعضه ولا في صلاح فعلا؟ لا صلاح ده ابنها اسمه صلاح اهو قاعد هناك اهو. يا ده صلاح. ايوه. لا مفيش حاجه. اقعد. ده في صلاح في الموضوع يا معلم وشكله باباه فيتنامي. جوني بص اتقل تاخد حاجه نظيفه. اصبر تنول. تاني هري الامهات تاني اصبر تنول والكلام اللي هو ملوش زي القطه ما بتاكلش عيالها وال صدقني او ماي جاد. بص هاي دي وشها هادي ما تيجي نشوف. يلا بينا. بكام يا حاج؟ 7 جنيه. 7 جنيه؟ ليه 7 جنيه يا راجل يا ضلال انت؟ يا ست لو ما عجبكيش ما تشتريش. ما اشتريش ثاني يا خالي اللي ما يشتري يتفرج عليك يا راجل يا حرامي. ايه مداولية عين ولي والولو عليك بادي يا وكل ناسك ما شرياشي في حاجة؟ لا مفيش أي حاجة. يلا بينا. قلت لك مش هنلاقي، أهي دي أكتر واحدة كيوت في البلد كلها، أهي دي أكتر واحدة كيوت. مش محتاجة راجل في حياتها. طب خلاص بقى، يبقى نروح الدوار. روح أنت يا توماس أنا عايز أفضل لوحدي. يلا يا جوني. عايز. حاسس بالوحدة ها؟ امشي. هاي توماس. هاي أشلي. توماس هو فين جوني؟ أنا من الصبح ما شفتوش. جوني يا ستي بيدور على فتاة أحلامه. إيه الكلام الغريب ده؟ أنا هقول لك. جوني بقاله يومين حاسس إن هو وحيد وعب حميد وعايز حنان وكلام غريب قوي كده. على فكرة أنا ما استفدتش أي حاجة من الكلام الغريب ده. فين جوني؟ مش عارف أنا سبته بقالي ساعتين في القرية عمال بيدور يمكن يلاقي حد يحبه ولا حاجة. جوني؟ ايه ده؟ ايه اللي حصل لك؟ من اللي حصل لي. طب ايه اللي بالك؟ حبيت واتبليت. لا ما تقولش انك لقيتها. هي. طب احكي لنا على كل حاجه، شفتها فين وازاي وكده بقى. انا هحكي لكم على كل حاجه. وأنا ماشي وسط الزلع والقلل والناس الغلابة الطيبين Guess what؟ بصيت لقيتها بدر منور جدي بتلالي وسط الألبسة البيضاء اللي عامله كونتراست جميل مع السماء الزرقاء وهارموني فظيع مع شعيراتها السوداء. يا ترى البت دي اسمها آلاء ولا صفاء؟ قبل ما الاقي الاجابه دلقت علي الماء. يا له من هراء. وبس جيت على هنا وسبت قلبي هناك. واو تحفة اميزنج. ايه ده؟ ايه اللي بلغك ده يا سجوني؟ لا انا لسه احكي لهم القصة حالا، يعني ما عنديش استعداد احكي لها تاني من اول. دي قصة طويلة. قصة طويلة؟ ما تفهمني جرى ايه. جوني حب يا ستي ولقى فتاة أحلامه هنا في المزاريطة. يا ألف نهار أبيض يا ألف نهار مبروك. وإحنا في ديك الساعة لما سجوني يتجوز واحدة من عندنا في البلد.
ايه القلش ده؟ مين جاب سيره الجواز؟ انا لسه شايفها حالا. اجوز ايه؟ لسه لا عرفنا بعض ولا مسكت ايديها ولا خرجنا مع بعض ولا جرينا ورا بعض في الغيطان. تخرج مع مين وتجري ورا مين؟ الكلام ده عنديكم في امريكا هناك، انما هنا جواز على طول. فاكس موت. هي دي الاصول يا سجوني، والاصول ما تزعلش الا بالحق. مين سعدت الحظ دي؟ ايه سعدت؟ احنا في برنامج عادية، واحده شفتها وعجبتني بس زي القمر. طب ساكنه فين؟ يعني مكان مش فاكر بالظبط، هو في روف هي كابتونشر وتحت في ايجيبشن بيتس، بطه وهزه ومعزه صغيره وهامستر. طب اعرف لي هي ساكنه فين وبنت مين وانا اروح اخطبها لك على طول. برضو هتب. الناس دي بتفهم ازاي ولا هم مجانين؟ استعدني بلاش، بس ما تلومنيش اني حاولت. مش حاجه اسمها ضمانات، مش ده كلامك ليا؟ كلام انا قلته علشان ترجع لشغلك وتهتم بيه، مش عشان تخرب بيتي. اتفضل. No way اتجوز بالطريقه دي يا معلم. No way. طب خلاص فكك بقى من الموضوع ده خالص. ما اقدرش. انت شفت شكلها عامل ازاي؟ تخبل. عارف جمال الشرق؟ عارف لوح المستشرقين؟ البنات اللي هي عامله كده وكده وفي عنب مدلدل بس خلاص. ما دام في عنب يبقى تخش عليها على طول. عاوز اتهجم عليها؟ انت حيوان؟ انا بقول لك حب ابني مش حاجه جسديه يعني. لا جوني انت فهمتني غلط. انا قصدي ان انت تستناها لغايه لما تنزل من بيتها، تروح تكلمها وتقول لها انك عايز تصاحبها. يا سلام، عايز نثبت البنت وهي نازله قدام القهوه اللي مليانه رجاله بشنبات، اقل واحد شال ار بي جي، واقول لها هاي بيبي ليتس جو سموير. ايه ده؟ انت عارف هيحصل فيها ايه؟ هتقطع. الناس دي لا يفرق معاها عمده ولا 911 ولا اف بي اي. هتعمل ايه يعني؟ مش عارف، بس انا نو واي اتجوز بالطريقه دي، ده قرار. بقول لك ايه، سنه الحته دي حلوه قوي قوي قوي. Oh my God. آسف، بحبك. تتجوزيني؟ للاعتذار؟ اخبطي دماغك في الحلم. اوه انا جاتلي حتة دين فكرة جامدة جدي. طلعت وشافتها هتتوهم جامد جدي. وش يا معلم؟ بس ايه ده؟ هنفضل واقفين كده وخلاص؟ هتطلع امتى؟ طب ما هي محتاجه حاجه عشان تطلعها. ما فكرناش في الحكايه دي. هي عايزه موتيفيشن فعلا. جات لي فكره. بص، في كل الافلام والمسلسلات وحتى الكرتون دايما الحبيب لو عايز يطلع حبيبته بيقوم رامي زلطه. بتطلع هي، عمره ما طلع الاب ولا الام. نايس ايديا. امسك كده. يلا. نومها تقيل؟ طب كبر طوبة. اسود. ايه يا ساتر يا رب؟ مين بره؟ ايه ده؟ مين ده؟ مش عارف، بس واحد صوته تخين وشكله هلك وهيطلع يموتنا. مين بره؟ ايه دي؟ شايفك يا ابن الفلطوس؟ عيلتك الشحطه بتحد في زلط وطوب؟ كانت خابت منك لوم؟ بس يا ستي قمت رامي طوبه، قام اتكسر الازاز وظهر خبطت حد جوه بالغلط. سمعنا صويت، ده طبعا اعصابه ثابت، قام طاير البالونات. شويه قام فتح الباب راجل شبه السيد قشطه، قعد يشتم ويزعق فينا وطلعنا نجري. طب احمدوا ربنا بقى ان مفيش حد شافنا. الحمد لله انها جت على شتيمه اصلا، ده كان ممكن يمسكنا يضربنا، ده شكله شرس جدا. وده مين ده اللي استجرى وشتمك يا جوني بيه؟ ما شاء الله ما شاء الله، شوف سنه قد ايه وودنه عامله زي الساتلايت. لا صح يعني. مين ده اللي طول لسانه عليك؟ ده أبو البنت اللي بيحبها جوني. إيه؟ بيحبها؟
صلاة النبي يا صلاة النبي، والله كبرت وبقيت تحب هواي سجلي وعايز تتجوز. برضو اتجوز؟ انا مين جاب سيرة الجواز اصلا؟ مش بتحبها؟ ايوه. يبقى لازم تتجوزها. لا مش لازم، عشان بحبها يبقى لازم اتجوزها. في لازم اعمل حاجات كتير قوي قبل الجواز. انا خابر. مش قصدك يعني الشوار والعفش والفخار واللزمات دي كلتها؟ انا عارف. ولا انت عارف، انت في البلاله. طب هي مين دي اللي عليها العين والنية؟ عليها العين واللية؟ لا هي كانت ما عليهاش حاجة خالص، هي كانت واقفة بتنشر ألبسة. لا قصدي يعني هي بنت مين في البلد؟ ها؟ أنا مش عارف هي بنت مين بالظبط، بس عارف المكان اللي ساكنة فيه بالشبه. عارف القهوة؟ بعد القهوة بشارعين يمين في راجل فرارخي اللي هو بيذبح الفرخات ويعمل لهم واكس. بيت بابه اخضر كده؟ جرين اكزاكتلي. اي 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 ده بيت عباس البحطيطي. ايه ده؟ انت تعرفه؟ راجل غلبان كده، عنده جراطين بيقلع فيهم. ايه ده؟ ما بيقلعش في بيته ليه؟ لا بيقلع يعني يزرع ويقلع فيهم يعني. بص امزجه. بس ده راجل يا حفيظ يا رب سلام قولا من رب رحيم. ملبوس؟ لا عينه تفلق الحجر وتلاقي البت دي اللي بتنشر الحاجات دي بته. طب اسمها ايه؟ اسمها مش استنى. اي صبحة. الله سامع صبحة فريش. طب بقول لك ايه، عايزين نعمل حاجه عملي. نعمل ايه بقى؟ تعمل الوصول يا سجوني، تخش البيت من بابه. ابوها لو خد خبر باللي بيحصل ده هتبقى واقعه مطينه الطين، هتبقى مربربه. خلاص هي مربربه واحده، انا فهمت. الظاهر يا جماعه مفيش حل غير كده، اخش البيت من بابه. ايه انت اتجننت جوني؟ انت لسه حتى ما اتكلمتش معاها. سوات يا جماعه، يعني بالعقل كده. البنت بنت اصول محشومه، عليها العين واللية. خلاص بصوا يا جماعه، انا قررت، انا بحبها وهتجوزها. الجوازه دي على جثتي. عاوز مني ايه جوني؟ دي عاوز يقرفني وخلاص. ليه بس يا كبير؟ ده جوني عايز يتجوز على سنه الله ورسوله. يعني هو ما لقاش غير بنت عباس البحطيطي عشان يتجوزها؟ ومالها بنت عباس البحطيطي؟ مالهاش البنت، انا بتكلم على ابوها، راجل بلط وعينه قد كده وبحطيطي. وهو هيتجوز الراجل ولا هيتجوز بنته؟ هو هيتجوز البنت، انا هلبس الراجل. يقعد يتنطط لي كل يوم ويجي هنا في جرابيزي في الدوام، يقعد يبحلق لي في اللي طالع واللي داخل. احنا ناقصه فقر. معلش يا كبير، نستحمل ابوها شوي، وبدام البنت ما يعبهاش حاجه والواد ريدها يبقى خلاص. وين مطلوب مني ايه دلوقتي؟ تروح معاه تخطبها من ابوها. مالياش صالح بالموضوع ده، اللي بيشيل قربه مخرومه بتخور على نفوخه. واه يعني ايه يا كبير؟ ما هتروحش معاه؟ مش اصول دي، الناس هيقولوا علينا ايه؟ يقولوا اللي يقولوه. تعزيني يا بنت اروح لهناك يشوفني يخبطني عين ارجع لك على النقاله. بعد الشر عليك يا كبير. بعد الشر علي ايه؟ تناسي الواد امجد راح اشترى بهيمه جديده، عدى قدام البحطيطي، عدى بس راح يدخلها الزريبه، قامت رفضت يا مالك اسرف الحوض. ما هو لازم تروح يا كبير، يعني هو يروح. مش رايح يعني مش رايح، فقوسه وقطمها جحش. ماشي يا كبير. طب اقول لك، احنا نسيبه جوني يروح يتفق مع ابوها، ووقت الخطوبه يبقى يحلها الف حلال. اعملوا اللي لد عليكم. هو ده البيت اللي قلت لي عليه؟ امال بخبط عليه ليه يا عم جابو؟ بروش. اسمع يا سجوني، عايزك لما ندخل جوه تقعد وتنجعص، ومش اي حاجه يقولها الراجل ابو البيت توافق عليها، لا لازم نتحجر معاه عشان ما يحسبكش يعني طري طري طري. عم جابو احنا لسه ما دخلناش جوه اهو، وانا ريلي ندمان اني جبتك. وبعدين ايه اللي انت شايله معاك ده؟ صباطة موز يعني كنا هناجي وندخل على الراجل بايدينا فاضيه ولا ايه؟ موز يا عم جابو، موز واحنا داخلين نخلص في النسناس. كنت جبت شوكولاته، جبت ورد، اللي لقيته. مفيش حد هنا ولا ايه؟ ايوه بنخبط. ايوه حضرة جناب العمدة، اهلا وسهلا. جود مورنينج. اهلا وسهلا، تفضل اهلا وسهلا عم جابر، تفضل اهلا وسهلا يا حضرة سعيد. من هنا يا باشا، تفضل حضرة العمدة.
تفضل يا عم جابر. اهلا وسهلا منورين الدنيا. اهلا وسهلا. تفضل 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 يا دي النور يا دي النور. تفضل اخوي تعال. والله ما كان له لزوم التعب ده يا عم جابر. كله فضل خيرك يا عم عباس. شويه موس حلوين قوي، اكيد دول من الجنينه بتاعت حضره جنابي العمده. حتما كنت معدي امبارح على الدسر وبصيت على الجنينه لقيت الموز هناك كتير قوي وطعمه زي الفل، حاجه تفرح. لا دول من عند خميس الفكهاني، وجبنا 5 كيلو ودفعنا في الكيلو 5 جنيه. ايه ده بجد؟ ايه الصدفه الخماسيه العجيبه دي؟ كلك واجب يا عم جابر، شرفتونا وكترتونا وفرحتونا. ثانكس مان. شوف يا عباس، احنا جايين النهارده عشان نطلب يد بنتك لجناب العمده جوني بيه. حضره العمده هيتجوز بنت تاني؟ انت قفشت ليه؟ ايه اللي قلناه غلط؟ وعرفتها منين؟ لا دي حدوته اشعر، انا كنت ماشي قمت شايفها. قصده يقول يعني انه سال عنها وعرف ان كنتم ولد اصول وناس طيبين، فجال مفيش غير الحاج عباس هو اللي نسبوه. قلت ايه؟ ودي عايزه كلام؟ احنا في ديك الساعه ما الناس بالعمده ده شرف لينا. يبقى على البركه. الف مبروك يا جوني بيه، الف مبروك. ايه ده؟ هو كده دن؟ امال ايه؟ افرح بقى؟ ايه؟ يس. نتفقوا بقى على مصاريف الجواز. لا واحده واحده يا عم جابر، نشرب الشربات والحاجه تيجي من بره ونتفقوا. منوري حضره العمده. بنورك. اهلا 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 وسهلا. بسم الله ما شاء الله. ادب ايه واخلاق ايه؟ هو مين فيهم الحجه ومين فيهم العروسه؟ ربنا يبارك فيك يا عم جابر. الحجه جت اهي، نتفق بقى. طلعت الحجه. شوف يا حضره العمده، احنا ناس ما طمعينش، احنا هناخد 50,000 جنيه مهر. 50,000 جنيه يا عباس؟ ايه 50,000 جنيه دي؟ ليه؟ لا كتير، ما احنا هنساعد في الجهاز. خلاص يا عم جابو، خلاص انا موافق. اخبارك الشقه ودهاناتها على العريس، اوضه النوم والسفره والصالون على العريس، النجف والسجاد والمكت على العريس. ايوه 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 الاجهزه الكهربائيه، حاجات بسيطه يعني الثلاجه الغساله البوتاجاز الديفيتي الديش على العريس. ايه ايه يا عباس كتير جاوك دي؟ امال انتوا هتجيبوا ايه؟ هنجيب الشوك، المعالق، الكبابي، الحلل، المساحات، الدرادل، الفوط، الملايات، كل الحاجات دي احنا هنجيبها. وبعدين يعني يا باشا بسم الله ما شاء الله الكبير قوي، فات لك حاجات كتيره شوي وشويات. فات له 55,000 جنيه وخمس شهادات استثمار. يا عم جابو، انت مش ملاحظ ان في تريب بينك وبين نمره 5؟ بص يا معلم، كل الهري اللي انت هريته ده انا معاك فيه، اوكي، بس عايزين نخلص الموضوع في 5 دقايق. ايه الشبكه بقى؟ عايزين 6 فرد غوايش وتعبان وبنطنطيف دهب بندقي. الغوايش انا عارفها، والتعبان شفته هنا مرتين، مره في الغيط كان بيجري ورايا، ومره هديه كانت لابسه دهب. بس البرترتيش الفوزدق ده ايه بالظبط؟ مرهم؟ لا ده عند السايق، وما تقلقش احنا هنيجي معاك ونشور لك على الحاجات اللي احنا عايزينها. لو عند السايق يبقى اوكي. الا هو الكبير ما جاش معاكم ليه؟ ده وحشنا والله. مشغول تعرف مشاغل الحياه خلاص على بركه الله. احنا بكره ان شاء الله هنتغدى عندكم ونحدد ميعاد الخطوبه ونسلم عليه بالمره. زغرتهم.